السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون الصرف والتحويل، الأسماء الموصولة، التراكيب، نصب الفعل المضارع، الإملاء، الهمزة المتوسطة على الياء، الشكل والتطبيقات الكتابية، استثمار. أكتب اسما موصولا مناسبا مكان النقط في الجمل الآتية: جاء البستاني الذي غرس الباذنجان، هؤلاء العمال هم الذين يشدبون الأشجار، رأيت النساء اللواتي أو اللائي يملأن السلال بالزيتون. أحول الجملة الآتية: هذا البستاني هو الذي يغرس الشتائل. مثنى مذكر: هذان البستانيان هما اللذان يغرسان الشتائل. الجمع المؤنث: هؤلاء البستانيات هن اللواتي يغرسن الشتائل. التراكيب، نصب الفعل المضارع: أملأ مكان النقط بحرف نصب مناسب ثم أشكل: لن يحرث كثير من الفلاحين هذا الموسم، من العمل الحسن أن نتضامن مع الفلاحين المتضررين، أرض بالسماد كي يكون المنتوج جيدا. أركب جملة تتضمن فعلا مضارعا منصوبا: أسافر لطلب العلم كي أتعلم. أضع مكان النقط جملة مناسبة إعرابها كالآتي: لن حرف نفي ونصب، يذهب فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، خالد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الإملاء، الهمزة المتوسطة: أربط بين الحروف لأحصل على كلمات صحيحة، رائعة، بئر، مئذنة. الشكل والتطبيقات الكتابية: أنجز على دفتري، أستخرج من النص ثلاثة أفعال مضارعة وأدخل على كل واحد منها حرفا من حروف النصب: يستعمل، لن يستعمل، تقوم، كي تقوم، يسقط، أن يسقط. أحول الجملة الآتية حسب المطلوب: الفلاح التقليدي هو الذي يحرث بالمحراة الخشبي. مثنى مذكر: الفلاحان التقليديان هما اللذان يحرثان بالمحراة الخشبي. الجمع المؤنث: الفلاحات التقليديات هن اللواتي يحرثن بالمحراة الخشبي. أملأ كل فراغ بهمزة متوسطة مناسبة: بائعين، تشرئب، يومئذ، مؤمن، فأس.